مشاهدينا الكرام في كل مكان سلام المسيح وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عبر الكتاب موضوع حلقة النهاردة هو المسيح صانع المعجزات المسيح صانع المعجزات صنع ولا يزال يصنع المعجزات كل يوم أظهرت معجزات يسوع المسيح له كل المجد قوته وسلطانه سواء على المرض أو الأرواح الشريرة أو الموت أو حتى الطبيعة لكنها ايضا في نفس الوقت اظهرت محبته وتحننه وتعطفه على الانسان الضعيف العاجز المعجزات هي قوه المسيح التي تعمل من خلال محبته لقد تميز المسيح بصنع المعجزات وقد سجل لنا الكتاب المقدس عشرات المعجزات التي صنعها الرب يسوع المسيح له كل المجد فدخوله الى العالم كان معجزه وقيامته من بين الاموات معجزه اخرى وبين ميلاده وقيامته كان يجول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس فقد شفى الاعمى والاصم والاعرج والمحموم والابرص شفى بلمسه وشفى بكلمه شفى عن قرب وشفى عن بعد اخرج الارواح الشريره واقام الاموات بكلمه وانتهر البحر والريح أيضا بكلمة حتى التلاميذ قالوا من هو هذا حتى أن البحر والريح يطيعانه يقول تيم لاهاي إذا جاء إلى شخص يشفي الأبرس ويجعل العم يبصرون والعرج يمشون والجياع يشبعون وينتهر الأرواح الشريرة بكلمة لاقتنعنا عن أنه يكون إله في صورة انسان، لقلنا انه إله في صورة انسان. وإذا وجد انسان يقدر ان يسير على المياه وينتهر الريح والبحر فيطعانه، لافترضنا انه شخص اعظم من ان يكون مجرد بشر. وإذا استطاع انسان ان يوقف جنازه ويقترب الى الميت المحمول على الاكتاف، ويقيمه بكلمه ويرد الى ام الارمله والمسكينه ويقف امام قبر العاذر ويقول له بكل سلطان لك اقول قم لقلنا بدون تردد ان الله افتقد ارضنا ان البشريه منذ ان خلقها الله واوجدها وحتى يومنا هذا لم ترى شخص صنع معجزات بقوته وكلمته الشخصيه كما صنع يسوع المسيح كل معجزاته اليوم نريد ان نتقابل مع يسوع صانع المعجزات، لنتعرف عليه عن قرب من خلال دراستنا لمعجزاته واعماله التي قال هو عنها انها تشهد له. مره ثانيه اذكر حضراتكم بان برنامج عبر الكتاب هو برنامج مباشر ولهذا يسرنا استقبال مكالماتكم ومداخلاتكم وايضا اسئلتكم. المسيح صانع المعجزات. ما هي المعجزه؟ قبل أن نتكلم عن صنع المعجزات لابد أن نعرف ما هي المعجزة. المعجزة هي حدث خارق للعادة ويناقض القوانين الطبيعية المعروفة ولهذا فهو ينسب إلى أسباب خارقة للطبيعة وخصوصا كعمل الله. كما أيضا المعجزة هي حدث فوق أو ضد أو مستقل عن القوانين الطبيعية المعروفة فالمعجزة هي شيء خارق للطبيعة لا يستطيع الإنسان أن يفعله يعجز الإنسان عن أن يصنعه ولهذا أيضا تظهر قوة الله في المعجزة المعجزات هي إظهار وإعلان هي إظهار خلوا بالكم من الكلمتين دول وإعلان قوة الله الفوق الطبيعية فايز. ولو رحنا ايضا للجزء الثاني ولهذا فهي تشهد تشد انتباهنا الى صفات الربوبيه المعجزات تشد انتباهنا الى صفات الربوبيه اللي هم ثلاثه التحكم والسلطان والحضور وعشان كده بعض اللاهوتيين قالوا لنا ان معجزات المسيح بنرى فيها هذه الصفات الثلاثه بنرى فيها سلطانه وبنرى فيها حضوره وبنرى فيها ايضا التحكمه هيز كنترول على الموقف نفسه ونشوف الكلمات دي ازاي استخدمت في العهد الجديد وازاي ايضا لغه العهد الجديد او اللغه اليونانيه استخدمت اكثر من كلمه للاشاره الى معجزات الرب يسوع واعماله العظيم لو رحنا الى العهد الجديد هنجد فيه ثلاث كلمات اساسيين استخدموا في الكتاب المقدس في العهد الجديد للاشاره الى معجزات الرب يسوع. أول كلمة هي كلمة سيمون. وهي الكلمة دي تعني آية أو لما نروح حتى إلى يوحنا يقول وهذه أول الآيات أو يتكلم عن إنه الآية التي صنعها. وهي دليل أو برهان على سلطان الله وقوته ولأنها آية فهي تستلزم التجاوب معه. لما يقول يوحنا الحبيب ان هذه المعجزه هي الايه الاولى التي صنعها يسوع. فكلمه الايه مش مجرد بس انها معجزه شيء خارق للطبيعه، لكنها ايه تتطلب من الانسان ان يتجاوب معها، فكلمه ايه لما تيجي بيتوقع دايما الكاتب تجاوب الانسان مع هذا العمل الخارق الذي صنعه شخص يسوع المسيح. الكلمه الثانيه كلمه تيراس وهي كلمة أخرى تعني عجيبة شيء وندر شيء شيء يعني لا يستطيع الإنسان أن يضعه في كلمات أو يعبر عنه بكلمات هي تشير إلى شيء فوق الطبيعي شيء خارق شيء مش متعود عليه الإنسان إنه يرى فوق فوق العادة عشان كده يطلق عليها أيضاً عجيبة تيراس والكلمة الثالثة هي كلمة دوناميس وطبعا احنا عارفين اي حد بيدرس حتى يعني جايه منها كلمه ديناميت اللي هي القوه التفجيريه فهي تعني معجزه تعني قوه تعني عمل خارق وقوي جدا كويس دول الثلاث كلمات اللي استخدمهم العهد الجديد للاشاره الى معجزات الرب يسوع سواء انها ايه او انها عجيبه او انها ايضا معجزه ثلاثة كلمات دول مهمين جدا في فهمنا لعمل يسوع المسيح الأعمال العظيمة التي صنعها يسوع المسيح فيسوع لم يكن فقط يقول يعظ ويعلم لكنه كان أيضا يقول ويصنع خيرا كان يقول ويشفي كان يقول ويخرج الأرواح الشريرة كان يقول فيقيم من الموت كان يقول فيشبع الجموع الجائعة كان يقول فيلمس ويقول كلمة فيبرأ المريض هذا هو يسوع الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس ويقدمه لنا الاناجيل الاربعه عن حياه يسوع المسيح. نتكلم عن معجزات يسوع المسيح حسب ما ذكرت في الاناجيل الاربعه. حابب اكد حقيقه وهاكدها مره ثانيه انه ما كتب من معجزات ما هو الا القليل جدا بغرض لاهوتي. بغرض ما لكي ما يوصل لنا الكاتب بالروح القدس غرض ما فلم يكتب الكتاب المقدس كل المعجزات التي صنعها شخص يسوع المسيح لانه يوحنا قال لنا لو كتب كل شيء ها كل العمل هو يسوع المسيح فان العالم لن يسع الكتب المكتوبه كويس فاللي موجود في الكتاب المقدس الاربع اناجيل آه، عندنا حوالي 34 معجزه، دا طبعا بخلاف معجزه الميلاد المسيح المعجزي وقيامته ايضا كمعجزه وهما سران عظيمان يعجز الانسان عن وصفهم وعن ايضا الحديث عنهم، لكن نتكلم عن المواقف التي فيها يسوع المسيح لمس او اقام او شفى او او صنع في خدمته العلنيه اللي هي استمرت حوالي ثلاث سنين ونص عندنا 34 معجزه سجلها لنا الوحي في الاربع اناجيل. اول معجزه هي تحويل الماء الى خمر في قانا الجليل. وهنتكلم عن المعجزات دي في الحلقات اللي جايه هنحاول ان احنا نقسمها ايضا بحسب الموضوعات ونتناول دراسه عن عن هذه المعجزات بشويه تفصيل يعني. تحويل الماء الى خمر في قانا الجليل. المعجزه الثانيه شفاء ابن خادم الملك في كفر نحوم معجزة الثالثه معجزه صيد السمك. والرابعه شفاء الرجل الذي به روح نجس. والخامسه شفاء حمات بطرس. انا بتكلم عنهم هنا بالترتيب الزمني يعني لو حطينا خدنا ال ال الاحداث كما ذكرت لنا وحاولنا نرتب خدمه يسوع المسيح له المجد في السنه الاولى والثانيه والثالثه هن هنرتب الاحداث دي بهذا الترتيب. المعجزة الستة هي شفاء الأبرس والسبعة شفاء المفلوج والثمانية شفاء المفلوج اللي هو كان بقاله 38 سنة والتسعة شفاء ذو اليد اليابسة والعاشرة شفاء عبد قائد المئة ورقم 11 قيامة ابن الأرملة ورقم 12 شفاء الأعمى والأصم ورقم 13 تهدئة العاصفة و شفاء المجنونان الهائجان في كورة الجرجسيين ورقم 15 إقامة ابنة ييروس وبعدين 16 نجد شفاء نزفة الدم وشفاء الأعميان والأخرس وشفاء إشباع الخمسة آلاف ومشي يسوع على المياه وشفاء ابن ابنة الأرملة الكنعانية وشفاء الأصم والأخرس وإشباع الأربعة آلاف وشفاء الأعمى في بيت صيدا وشفاء الصبي وإخراج الروح الشرير منه وضريبة الهيكل والأستار الذي كان في السمكة وشفاء المولود أعمى وشفاء المرأة المنحنية شفاء الإنسان المستسقي إقامة العازر شفاء العشرة البرص وشفاء الأعميان قرب أريحة جفاء وجفاف شجرة التين أو أنها يبست شجرة التين شفاء أذن ملخص عبد رئيس الكهنة ومعجزة صيد السمك بعد قيامة الرب يسوع في يوحنا 21 دي المعجزات اللي لو حبينا نرتبها ترتيب زمني بنرتبها بهذا الشكل أربعة و معجزة لكن كمان المعجزات دي لها ترتيب آخر ممكن نرتبها بحسب الموضوع فمش بس نرتبها بحسب الترتيب الزمني لكن لو حبينا نرتبها بحسب الموضوع هنجد انه على الاقل ممكن نقسمهم الى ثلاث موضوعات او ثلاث مواضيع اساسية كانت معجزات يسوع المسيح لها كل المجد معجزات مرتبطة بالطبيعة ده أول قسم طبعا المعجزات المرتبطة بالطبيعة هي مثلا معجزة تحويل الماء إلى خمر معجزة صيد السمك إنه زي رب يسوع يأمر السمك إنه يأتي في وقت معين ويدخل حتى الشباك أيضا معجزة إشباع الخمس آلاف إنه يبارك السمكتين والخمس خبزات معجزة المشي على المياه مرتبطة أيضا بالمعجزات اللي هي مرتبطة بالطبيعة الإشباع أربعة آلاف ضريبة الهيكل والإستار اللي موجود في سمكة لما بطرس راح واصطاد سمكة قال روح وخرج السمكة وهتجد فيها إستراين ادفع ليا وإستار ادفع لي وادفع لك كمان أيضا جفاف شجرة التين مرتبط بالطبيعة ومعجزة صيد السمك أيضا الأخيرة مرتبطة بالتدي دي المعجزات اللي مرتبطة بالطبيعة كويس طبعا دي معجزات مهمه جدا لانها بتظهر ايضا سلطان يسوع المسيح له المجد على الطبيعه فعندنا تسع معجزات ارتبطت بالطبيعه عندنا ايضا معجزات ارتبطت بالشفاء ودي كتير جدا والقسم الاخير من المعجزات معجزات ارتبطت بالقيامه قيامه الاموات معجزات المرتبطه بالشفاء عندنا حوالي 22 معجزه يعني السم والعمي والبكم والاعرج ونزيف الدم والمراه المنحنيه وكل وكل الاشياء دي ف 22 معجزه والاخرس اللي تكلم والاعميان الى اخر هذه المعجزات هنتكلم عنها ايضا بالتفصيل واخراج الارواح الشريره اللي كانت بتصيب الانسان ب عجز ماء جسدي إلى آخر هذه الأشياء طبعا المعجزات القيامة قيامة الأموات عندنا ثلاث معجزات عندنا أول واحدة عندنا ابنة ييروس وعندنا ثاني واحد هو ابن المرأة الأرملة والثالث كان إقامة العازر والثلاثة دول مهمين جدا لأنها بتورينا بيورونا بيورينا سلطان يسوع على الموت سواء إذا كان ابنة ييروس لسه ميتة او الـ الابن الارمله اللي اوريدي شايلينه وحاملينه وحاطينه في الاكفان ورايحين يدفنوه يعني مات بقاله يعني ساعات او العازر اللي مات وبقاله أربعة أيام لدرجة أنه الكتاب وصفوا لنا أنه قد أنتن فقدرة يسوع على الإقامة من الأموات كان عظيمة عظيمة جدا وظهرت في ثلاث معجزات دول ملاحظات بخصوص معجزات يسوع المسيح اول ملاحظه لابد ان احنا نعرفها واحنا بندرس عن معجزات يسوع المسيح أن الليسته اللي موجوده في الاناجيل ليست يعني اللي انا قلتها يعني الليسته اللي انا قلتها دي انا شلت منهم الميلاد وشلت منهم القيامه لانه الاثنين دول سران هما بحد هما معجزتان لا يمكن وصفهما، انا بتكلم بس عن المعجزات اللي ارتبطت وسجلت لنا من خلال خدمه يسوع العل... العلنيه سواء في الجليل او في اليهوديه. الحاجه الثانيه الملاحظه الثانيه ان كل المعجزات التي سجلت في الاناجيل هي معجزات منطقة مره ثانيه الكلمه دي مهمه جدا ليه؟ لأنه يسوع المسيح صنع معجزات خلال الثلاث سنين يصعب للإنسان أنه يتخيلها أو حتى يصعب إنه أنها تسجل من كثرتها ومن أيضا الكم الهائل الذي صنعه يسوع المسيح من معجزات فهي اللي موجود في الأناجيل هي معجزات منطقة وليست كل عمل يسوع المسيح من معجزات بعض العلماء العهد الجديد لما بيدرسوا حياه يسوع المسيح بيقول لنا إنه اللي تسجل في الاناجيل عن يسوع المسيح وعن حياته لا يزيد عن خمسه وخمسين سنه واربعين في المية او اكثر من اربعين في الميه مما سجل في الاناجيل الاربعه بيغطي الاسبوع الاخير يعني مهتم قوي بالاسبوع الاخير اللي هو اسبوع الالام لانه المسيح جاء لكي يخلص ما قد هلك جاء لكي يبذل نفسه فدية عن كثيرين وده الغرض الاساسي الذي من اجله اتى يسوع المسيح له كل المجد فاللي سجل لنا في الاربع اناجيل من معجزات ليس هو كل ما صنع يسوع المسيح من معجزات وزي ما قلت ان الانتقاء مرتبط ايضا بالفكر اللاهوتي يعني متى بيقدم لنا المسيح الملك فالملك لابد انه يؤكد سلطانه يؤكد تحننه على شعبه فبيقدم المعجزات من خلال هذا الاطار يوحنا بيقدم المسيح ابن الله فكل معجزه مرتبطه ببرهان ان يسوع المسيح هو هو الله الظاهر في الجسد فالى اخره من هذه الارتباطات او الروابط اللاهوتيه المهمه جدا لنا واحنا بندرس معجزات شخص ربنا يسوع المسيح الكتاب المقدس بيقول لنا انه يسوع صنع معجزات كثيره جدا يعني مش بس بيسجل بس لنا ال 34 و و معجزه بالتفصيل لكنه بيقول لنا آه بيدينا كده يعني آه تقرير آه عن عن اللي عمله يسوع المسيح فبنجد انه يسوع شفى كل يسوع تعامل مع الكل كويس يقول في متى أربعة وفي عدد أربعة وعشرين كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم، كويس، وبعدين يقول لنا ويشفي كل خلوا بالكم من كلمة كل هنا لأنها كلمة مهمة جدا كلمة مفتاحية كل مرض وكل ضعف في الشعب كل مرض وكأنه بيقول لنا إنه لا يوجد لم يوجد مرض كان صعب على يسوع أن يشفيه فيسوع شفى كل مرض. وكل ضعف في الشعب مهما كان هذا المرض مهما كان هذا المرض سواء عمى او او خرس او انحناء او نسف دم او برس او يعني كل الامراض اللي اللي كانت موجوده الرب يسوع شفاها فلما يقول لنا كتاب ان يسوع كان يشفي كل مرض وكان يشفي كل ضعف في الشعب فهذه حقيقه تؤكد لنا انه انه مش بس انه في مواقف معينه وانه امراض معينه لكنه كان طبيب لكل الامراض وده بيشجعنا عزيزي المشاهد انه مهما كانت حالتنا ومهما كانت ضعفنا لكن يسوع يقدر هو يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه امر. كمان يقول لنا في لؤة واصحاح سته وفي عدد سته وخمسين هذه الايه. وحيثما دخل الى قرى تكلم عن الرب يسوع لما بيدخل الى قرى او مدن او ضياع وضعوا المرضى في الاسواق يعني هو داخل طبعا السوق دايما بيبقى في مدخل المدينه يعني ف فالناس كانوا بيضعوا المرضى في الاسواق وهو داخل المدينه كان الرب يسوع بيجد المرضى على الجوانب من هنا ومن هنا وطلبوا اليه ان يلمسوه وان يلمسوا ولو هد بثوبه وكل من لمسه شفي كل من لمسه يعني خلوا بالكم انه انه الناس مش بس يعني كانت في ناس قريبه من الرب يسوع في ناس بعيده وفي ناس بتحاول انها تلمس الرب يسوع حتى المراه نازفه الدم قالت ان مسست ولو ثوبه هد بثوبه شفيت وفعلا شفيت عندما لمست هد ثوبه فطلبوا إليه أن يلمسوا ولو هد بثوبه طب ليه كانوا بيلمسوا هد بثوبه هيقولها لنا بعد كده مرقس السبب ليه لأنه في شيء مهم جدا كان في الرب يسوع وأكده الكتاب أكثر من مرة أن الناس كانت بتلمس هد ثوبه وكل من لمسه مش كل بقى اللي وضع على يسوع عليه الايادي او كل اللي يسوع مسكه وأوهمه لكن الناس اللي كانت بتيجي بايمان وتلمس هد به كانت تشفى شوفوا آه لوقا لنا ايه سوري آه مرقص سوري لوقا ايضا في في العدد 18 لوقا لنا هذه العباره الجميله ونزل معهم وقف في موضع سهل ده الرب يسوع هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهوديه واورشليم وساحل سور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا يبقى الناس جات اول حاجه لتسمع اتكلمنا المره اللي فاتت في الحلقات اللي فاتت عن تعاليم يسوع المسيح عن الموعظه على الجبل عن هذا الذي كان يعلم بسلطان وليس كالكتبة والفارسين عن هذا الذي كان يقول سمعتم أنه قيل وأما أنا فأقول لكم عن يسوع المسيح الذي علم بما لم يسمع به من قبل ولم يسمع به أيضا من بعد هو المعلم العظيم بل استحق أن يأخذ هذا اللقب المعلم الصالح يسوع المسيح الناس كانت بتيجي عشان تسمع والناس كانت بتيجي عشان أيضا إيه؟ يشفوا من أمراضهم. والمعذبون من أرواح نجسة. وكانوا يبرؤون. وكل الجمع. خلوا بالكم هنا أيضا كلمة إيه؟ كل الجمع. أنا أؤمن أحبائي إن كل كلمة كتبت في بالوحي الإلهي مهمة جدا في الكتاب المقدس. وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه. ليه بقى؟ ليه الناس كانت بتطلب انها تلمس ولو هد بثوبه؟ كويس؟ الناس كانت بتشعر ان هناك شيء في يسوع المسيح مش موجود في اي شخص اخر، ليه؟ لان قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع، مبارك اسمك. قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. كان في قوة. تشفي كل مرض وكل داء وكل ضعف. وكل عجز يسوع المسيح كان يجول يشفي الكل وكل مرض وكل الناس مش بس كل مرض لكن كل الناس مش كده يوحنا الحبيب لما كتب لنا الانجيل و... و... وجي في نهاية الانجيل في اصحاح 20 وفي عدد 30 31 قال لنا هذا الملخص قال لنا وآيات اخر حط بقى تحت الايات دي كتير قوي من شفاء ومن سلطان على الطبيعة ومن إشباع جموع ويعني آيات أخرى كثيرة جدا كويس كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه ليه ليه بيقولوا كده؟ اللي بيقول لنا كده لأنه التلاميذ أو أو الكتاب ال 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 المقدس ما كتبش مثلا ب 200 300 سنة بعد المسيح بس لو لو كان الكتاب المقدس كتب 200 300 سنه بعد المسيح كنا نقول اه ان الناس آه يعني آه آه ممكن اي حد كان يكتب بعد 200 300 سنه ويكتب اللي هو عايزه لانه ما حدش من العصر المسيح موجود الان فاقل هيقولوا الناس هتقبله كويس لكن لما قلنا انه صنعها قدام تلاميذه وفي نفس الوقت الكتاب المقدس او الاناجيل كتبت في الفتره يعني الثلاث أناجيل الأولانيين كتبوا قبل خراب أورشليم يعني قبل سنة سبعين وإنجيل يوحنا يمكن كتب شوية البعض يعني بيقول لنا أنه أيضا كتب قبل خراب أورشليم لكن حتى لو كلمنا عن, عن الأناجيل هنقول أن الأناجيل اللي كتبت في بعد قيامة المسيح وصعود المسيح بحوالي 30 سنة بمعنى إيه؟ بمعنى أنه كثيرون من الذين كانوا معاصرين للرب يسوع والذين شفاهم يسوع المسيح ولمسوه واختبروا قوة يسوع المسيح في حياتهم ما زالوا أحياء فبالتالي لما متى يكتب أو مرقس يكتب أو لؤى يكتب هو يكتب ويعلم أن ما يكتبه هناك شهود عيان ما زالوا موجودين يستطيعوا أن يقولوا نعم أو لا ويستطيعوا أن يقولوا اللي أنت بتكتبه ده حقيقي أو غير حقيقي ودوا مختلف عن عن أي سيرة ثانية، يعني حتى لو لو قارنا دون آه طبعًا إحنا عارفين إنه يعني آه رسول الإسلام لم يصنع معجزات، لكنه بعد 200 سنة أو 300 سنة آه في بعض الأحاديث آه آه كتبوا عنه إنه صنع معجزات، طبعًا ما حدش من الأحياء موجودين في ذلك الوقت، فأنت من حق اللي عايز تكتبه تكتب، وتكتب حتى إنه تكتب إنه هو مشي على القمر هتكتب إنه هو مشي على القمر والناس هتصدقك، لكن لما الأناجيل مختلفة الأنجيل في مصداقيتها مختلفة عن أي قصة أخرى أو أي رواية أخرى أو أي حدث آخر لأنه حتى قيامة يسوع المسيح ما زال في الوقت اللي كتب في الإنجيل أو اللي كتب في العهد الجديد كانوا كثيرون أحياء ما زالوا أحياء شهود عيان لما رأوه أن يسوع المسيح قد قام وعش كده بولس الرسول لما يكتب عن قيامة المسيح ويكتب عنها في كورنثوس اصحاح 15 ويقول انه ظهر لكذا ولكذا وكذا ويقول لنا لسه طويله من الظهورات للرب يسوع وبعدين يقول لنا وظهر ايضا لاكثر من خمس 500 اخ وبعدين يحط عباره كانه يعني بيتحدى بيها الجموع ويقول اكثرهم باق الى الان يعني ايه يعني انت لو مش مصدقيني انا وانا بتكلم عن قيامه عن ظهورات المسيح وعن المسيح النقام يمكنكم انك ترجعوا للاحياء الذين ظهر لهم يسوع المسيح وتراجعوا كلامي معاهم تشوفوا اللي انا بقوله ده صادق او اللي انا بقوله ده كذب تاريخي ام غير تاريخي وده اللي بيميز الكتاب المقدس ده اللي بيميز حياه يسوع المسيح عشان كده لما بنيجي عند معجزات يسوع المسيح نحن لا ناتي الى الى يعني امور كتبت مئات السنين بعد يسوع ولا احد من الاحياء او المعاصرين احياء يستطيع ان يؤكد او يستطيع ان ينفي لكنه الكتاب المقدس والاناجيل كتبت عندما كان كثيرون ما ذالوا أحياء من الذين عاشوا مع يسوع ورأوه ولمسوه وشهدوا عنه واختبروا قوة آياته ومعجزاته في حياتهم الشخصية عشان كده يقول لنا آيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب ليه يا يوحنا هذه الآيات لم تكتب في هذا الكتاب ليه لأنه أنا كتبت لكم بغرض أنا مش غرضي إن أنا أكتب السيرة الذاتية للرب يسوع المسيح أنا غرضي إن أنا أقدم يسوع المسيح ليكم علشان تؤمنوا إنه يسوع هو المسيح إبن الله ولكي تكون لكم ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه ده الغرض يبقى اللي مكتوب في الأناجيل هو غرضه الأساسي إنه أنا وأنت نؤمن بيسوع المسيح لأنه ده الأهم نؤمن به مش مجرد أنه بيكتب لي سيرة ذاتية لحياة يسوع المسيح له المجد لكنه بيكتب لي لكي ما أؤمن أن يسوع هو المسيح واللي أمنت يكون لي حياة طبعا ده بيأكد لنا الشواهد اللي قبل كده والشواهد دي كلها بتأكد لنا أنه يسوع المسيح صنع معجزات لا حصر لها من العدد ولا يستطيع إنسان أن يضع لها عدد ما نقدرش نحط عدد ما نقدرش نفترض حتى عدد ما نقدرش نقول إنها ألف ألفين ثلاثة ما نقدرش نقول كده لأنه فعلا يسوع صنع يسوع لما يعني لما كان بيشبع الجموع ده كان بيبقى خمس تلاف شخص أو أربعة تلاف فيما عدا النساء والأولاد والأطفال يعني 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 لو قلت ان كل واحد لما العد في اليهوديه كان بيبدا من اللي انت لما فوق 20 سنه وطالع فطبعا اي واحد عنده عشرين سنه وطالع في ذلك الوقت يعني مش بتكلم عن بلادنا المصريه لكن في ذلك الوقت انه انه كان بيبقى متجوز. يعني فهو ومراته واولاده فانا لو قلت انه 5000 شخص ومعاهم كمان ايضا زوجاتهم 5000 زوجه ومعاهم لو كل واحد منهم عنده طفل واحد بس جايبه معاه يبقى انت بتضرب دون يعني خمس آلاف تضربها في ثلاثة بسهولة جدا تخيلوا خلال يعني خمسة ألف شخص موجودين كم واحد فيهم يعني المئات اللي موجودة المرضى اللي شفاهم يسوع المسيح ده في حدث واحد في موقف واحد في يوم واحد من حياة يسوع المسيح على الأرض كان يقول يصنع خيرا وما زال يسوعنا هو هو أمس واليوم إلى الأبد ما زال بيصنع خير النهاردة ما زال بيشفي ما زال بيحرر ما بيلمس ناس مرضى ما بيشفي من السرطان ما زال بيشفي من, 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 من كل أمراض ما يسوع المسيح لم يتغير هو هو أمس واليوم إلى الأبد ويسوع المسيح أيضا بيصنع معجزات في حياة كثيرين في عالمنا العربي النهاردة بيفتقد ناس بيأتي إلى ناس بصفة شخصية بيزورهم بأحلام وبرؤى بيغير حياتهم وأنا عارف أنه كثيرين من المشاهدين اختبروا هذا وتغيرت حياتهم وتنقلوا من الموت إلى الحياة كانوا بعدين فصاروا قريبين يسوع المسيح أمس واليوم وإلى الأبد طيب أتنين إلى نقطة أخرى بقى وسؤال آخر ليه المسيح صنع معجزات يعني ليه حياة المسيح واحدة من من سماتها واحدة من من صفاتها كانت صنع المعجزات ليه ليه المسيح صنع هذا الكم الهائل من المعجزات ليه ما اكتفاش بالتعليم طب ليه ما اكتفاش بانه يروح للصليب؟ هل كان هناك ضروره ما لصنع المعجزات؟ طبعا المسيح صنع المعجزات كان الدافع انه بيتحنن على الجموع بيتحنن عليهم. يعني انه الرب يسوع كان 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 حنون عطوف بيتحنن على الانسان. فلكن بجانب تحننه على الانسان المعجزات دي أيضا لها معنى مهم جدا في دراستنا وفي فهمنا لشخص وطبيعة يسوع المسيح لماذا صنع يسوع المعجزات زي ما قلت في المقدمة وكلمت عن خد اقتباس من كاتب مشهور اسمه تيم لاهاي وتيم قال لنا العبارة دي قال لنا إذا جاء إلى عالمنا شخص يشفي الأبرص، ويجعل العمي يبصرون والعرج يمشون والجياع يشبعون يشبعون وينتهر الأرواح الشريرة بكلمة لقلنا عنه أنه ربما يكون إله في صورة إنسان، وإذا وجد إنسان يقدر أن يسير على المياه وينتهر الريح والبحر فيطيعانه لا افترضنا أنه شخص أعظم من أن يكون مجرد بشر وإذا استطاع انسان أن يوقف جنازة ويقترب إلى الميت المحمول على الأكتاف ويقيم بكلمة ويرده إلى أمه الأرملة والمسكينة ويقف أمام قبر العاذر بعدما أنتن ويقول له لك أقول قم لقلنا بدون تردد أن الله افتقد أرضنا. إن البشرية منذ أن خلقها الله وحتى يومنا هذا لم ترى شخص صنع معجزات بقوته وكلمته الشخصية كما صنع يسوع كل معجزاته. الله افتقد شعبه. وده الكلام اللي قاله بالظبط زكريا أبو يوحنا عندما نطق بالتسبيح بتاعته أثناء ولادة ابنه عندما أخبره أنه ابنه هيكون هو يعني الصوت الصارخ في البرية المعد لطريق الرب قال مبارك الله إله إسرائيل لأنه افتقد شعبه وصنع فداء لشعبه الله افتقد يعني افتقد كلمة افتقد معناها تو فيزيت انك تزور فالله زار ارضنا وده اللي بيقول لنا الكتاب أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا، لكن برضو لماذا صنع يسوع المعجزات؟ وايه هي قيمة هذه المعجزات؟ وما هي مدلول هذه المعجزات التي صنعها يسوع المسيح؟ أول حاجة في دراستنا للمعجزات لابد إن إحنا نعرف إن المعجزات هي إعلان اعلان It's a proclamation. هذا الاعلان هو اعلان لمجيء كلمه الله الله افتقد كلمه صار جسدا وحل بيننا فالمسيح صنع المعجزات بقوته وبسلطانه المطلق على المرض والارواح الشريره والموت والطبيعه وده هنتكلم فيما عن في فيما بعد عن لماذا اختلف يسوع في صنع المعجزات عن بقيه الانبياء يعني البعض يقول لنا طب ايليا صنع معجزات واليشا صنع معجزات وموسى صنع معجزات كويس ما الذي يجعل يسوع المسيح منفردا ومتميزا في صنع المعجزات عن كل هؤلاء كويس واحده من الاشياء ان يسوع المسيح صنع كل معجزه بقوته وبسلطانه هو يعني الكلمة التي كانت تخرج منه كانت تحيي. الكلمة التي كانت تخرج منه كانت تحيي. لك أقول قم فقام بهذه البساطة. ينتهر الريح بكلمة والبحر الهائج بكلمة فيهدأ كلمة. فأكيد اللي كان بيعمله ده كان بيعلن عن شيء. بيعلن عن شخصه. أعمالنا إعلان عن مين إحنا. وأعمال المسيح تشهد له عن مين هو. وعشان كده هي إعلان عن الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا. فالمسيح صنع المعجزات بقوته وبسلطانه المطلق. على المرض والارواح الشريره والموت وحتى على الطبيعه ده اول حاجه ده معنى المعجزه اعلان المعجزه ايضا هي مش بس اعلان عن مجيء ابن الله كلمه المتجسد لكن المعجزه ايضا هي اعلان عن صفات وطبيعه الله الله القدير الذي يستطيع كل شيء فمن خلال المعجزات نحن البشر الضعفاء العاجزين نتقابل مع الله القدير الذي يستطيع كل شيء. نرى في عجزنا قدرته. نرى في مرضنا شفاءه. نرى في قيودنا الحريه اللي ممكن يصنعها لحياتنا. احنا عاجزين. فعندما يصنع الله امر عجيب في حياتنا نرى كبشر ونتعرف كبشر على الله الذي يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه امر المعجزه ايضا هي تعبير عن حضور الله ولهذا فهي تهدف الى جذب الانسان نحو الله هي اعلان عن حضوره لما لما المعجزات بتحصل هي اعلان عن حضور الله. الله حاضر، الله قريب من الانسان. الله يستطيع ان يتدخل في ظروف الانسان اليوميه. الله قريب من مرضك، الله قريب من احتياجك. الله قريب من معاناتك. الله قريب من الظروف الصعبه اللي انت بتجتاز فيها. الله قريب وليس بعيد. لأجل هذا المعجزات هي أعلان عن قرب الله المعجزات أيضا هي أعلان عن مجيء الملك نعم ومجيء ملكوته ولهذا فهي تتطلب تجاوب الإنسان مع الله بالتوبة مش كده رب يسوع كان يقول وكان بيقول ايه آه توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات المعجزات هي إعلان عن حب الله للإنسان. الله بيحب الإنسان منذ أن خلقوا وبيحب الإنسان حتى بعد سقوط الإنسان ما زال الله يحب الإنسان. الله بيكره خطايانا لكنه بيحب الإنسان كإنسان وفي مرات كثيرة كان يسوع هو الذي يذهب للانسان المحتاج ومرات اخرى كان الانسان المحتاج ياتي الى يسوع باحتياجه فكان يسوع فيه هذه قوه الجاذبيه قوه الجاذبيه للمحتاجين والمرضى والضعفاء لانه هو الله الظاهر في الجسد الله حب وقد تجسد هذا الحب في يسوع المسيح الذي جعل نفسه متاحا لكل المحتاجين. وما زال الله بيحبك عزيزي المشاهد وبيحبك عزيزتي المشاهده وما زال الله قريب منك وما زال الله يريد لك الخير في حياتك. معجزات المسيح كانت تحقيق لنبوات العهد القديم. اه كلمه نبوات العهد القديم كثيره عن المسيح. وكلمة عن اعمال المسيح وكلمة عن قدره المسيح كويس فلما يجي الرب يسوع ويصنع المعجزات فالمعجزات دي هي اعلان عن تحقيق للنبوات اللي قيلت عن المسيح في العهد القديم وعن انه هو نفسه شخص المسيح يقول الكتاب ولما صار المساء قدموا اليه مجانين كثيرين فاخرج الارواح بكلمه وجميع المرضى شفاهم لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل هو اخذ اسقامنا وحمل ايه؟ امراضنا. إن اشعياء اتكلم عن هذه النبوه في اشعياء 53 وده نص مهم جدا في دراستنا عن الام وحياه وخدمه الرب يسوع. لكن لما يجي في متى ياخذ هذا النص ولنا لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل هو اخذ اسقامنا وحمل امراضنا اشعياء قبل مجيء المسيح بحوالي 700 سنه قال هذه الكلمات عن خدمه الرب يسوع لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها هو حمل اسقامنا هو اخذ اسقامنا وحمل أمراضنا ده شخص يسوع المسيح لكن بجانب أنها تحقيق لنبوات العهد القديم المعجزات أيضا كانت إعلان عن قدرة المسيح على غفران الخطايا أحبائي المرض والموت دخل نتيجة الخطية وده اللي بيقولنا كتاب أن أجرة الخطية موت وهكذا اجتاز الموت إلى الجميع فالمرض لم يكن هو خطه الله للانسان والموت لم يكن هو خطه الله للانسان، لكن هذا دخل الى العالم نتيجه خطيه الانسان. يسوع المسيح عندما جاء جاء لكيما يشفي وجاء ايضا لكيما يغفر. واعلن هذا السلطان، سلطان غفرانه للخطيه مره ومرات كثيره في حياته وخدمته على الارض. يعني دايما الانبياء كانوا يقولوا ايه؟ ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتب الى الرب فيرحمه والى الهنا لانه يكثر الغفران. وكانوا دايما رساله الانبياء انه توبوا وارجعوا الى الله فيغفر خطاياكم. يجي هنا يسوع المسيح له المجد ويقول الكتاب فلما راى يسوع ايمانهم ده لما جابوا الشخص المفلوج وشايلينه ويسوع كان موجود في بيت والناس و بره وجوه وما حتى يعني مكان انه يقدروا يدخلوا بالصديق المفلوج اللي حاملينه وداخلين بيه الى يسوع مش قادرين يدخلوا فعملوا ايه فطلعوا فوق على السقف وشالوا السقف طبعا السقف عمول كله من البوص فتشال السقف ونزلوا ال... المفلوج دون باربع خيوط كده سريره مربوط باربع حبال نزلوه علشان يبقى قدام يسوع فيقول الكتاب فلما راى يسوع ايمان اصحابه اللي جايين بيه ومؤمنين ان يسوع المسيح يستطيع ان يشفيه يقول الكتاب ايه قال للمفلوج كان المفروض يقول للمفلوج ايه كان المفروض يقول للمفلوج لك اقول قم خلاص يعني لك اقولكم فيها كفايه هيقوم. لكن المسيح يسوع له المجد قال عباره جعلت الكل كل الموجودين يعني يتساءلوا قال له يا ابني مغفوره لك خطاياك مغفوره لك خطاياك طبعا اللي بيسمعوا بالذات معلمين اليهود والكتبه اللي بيسمعوا الكلام ده قالوا في قلوبهم ايه؟ لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف اللي اعتبروا ان كلام المسيح هو مجرد تجديف ليه لان من يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده وانا عارفك عزيز المشاهد بتسمع الكلام ده وتقول ازاي المسيح يقول الكلام ده مين يقدر يغفر الخطايا الا الله وحده طيب انا هسألك سؤال وسؤالي بقى هو إذا كان غفران الخطايا هو لله وحده فكيف يجرؤ يسوع المسيح إذا كان مجرد إنسان أن يأخذ أمر من أخص خصوصيات الله وهو غفران الخطايا ليه؟ ليه المسيح يأخذ هذا أخص خصوصيات الله وهنعرف انه اخص خصوصيات الله غفران الخطايا الخلق الحاجات دي الله لا يعطيها لاخر لماذا يسوع المسيح غفر وخلق هتقول لي باذنه طب اوكي لو هو باذنه ليه ما خدهاش زي ما انت بتقول يعني خاتم الانبياء والمرسلين ليه ما خدهاش غيره م? ليه دهن المسيح ليه المسيح وحده هو اللي كان عنده هذا السلطان وعنده هذه القوه وعنده هذه هذه القوه اللي غفران الخطايا للخلق والاحياء الله ما بيعملش حاجه اعتباطا ولا 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 اموره بيعملها مجرد إنه استحسان غفران الخطايا هو اخص خصوصيات الله لان الخطيه اولا واخيرا موجهه الى الله، اليك وحدك اخطات والشر قدام عينيك صنعت. فالمعجزات كانت برهان على لاهوت المسيح في غفرانه للخطايا. المعجزات ايضا تاكيد على انه هو المسيح نعم المسيح شوفوا لما يوحنا كان مسجون و وارسل تلاميذه للرب يسوع المسيح ويوحنا كان عنده هذا التوقع يعني برضو في زي زي بعض اغلبيه اليهود انه المسيح ملك قدير يستطيع ان يصنع كل شيء ارسل تلاميذه للرب يسوع المسيح ارسل اثنين من تلاميذه وقال له عشان يسالوا يسوع سؤال مهم أأنت هو الآتي أم ننتظر الآخر؟ كويس؟ يعني انت هو المسيا ام ننتظر اخر؟ لان احنا عارفين المسيا هيبقى ملك يستطيع انه يحقق العدل ويخرج المظلوم من السجن الى اخر هذه الاشياء بس يوحنا موجود في السجن. فيوحنا بعد اثنين من تلاميذه يسالوا المسيح: انت هو الآتي ام ننتظر اخر؟ اجابه المسيح مش قال لهم روحوا قولوا ليوحنا لا أنا هو. كويس؟ إجابة المسيح إجابة بطريقة يفهمها يوحنا نفسه. يوحنا كعارف للعهد القديم وعارف لأعمال المسيح اللي اتكلم عنها العهد القديم. هيقدر يفهم ال الرسالة اللي بعتها له يسوع المسيح. قال لهم قولوا ليوحنا هذا الكلمات. فأجاب يسوع وقال اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. إيه بقى؟ العم يبصرون العرج يمشون البرص يطهرون الصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيه للرب يسوع اللي هو كل المجد بعت هذه رسالة ليوحنا ليه ما قالهوش قولوا ليوحنا أنا هو وما تخافش و... ويعني انا فعلا هو شخص المسيح لألهم إنو اللي قال لهم انه روحوا قولوا لحنا اللي أنتوا سامعينه واللي أنتوا شايفينه بعيونكم ان العم يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون لانه دي براهين على انه هو المسيح المنتظر فلما يوحنا يسمع ده ويعرف ده وهو في السجن ما يشكش ابدا لماذا معجزات المسيح معجزات المسيح ايضا برهان على ان المسيح هو من تكلم عنه موسى في تسنية 18 موسى قال ايه اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك ده الرب بيقول لموسى هذا الكلام طبعا اتهرت هذا النص اتهرى نقاش وال والإخوة يعني المسلمين هم بيدوروا في الكتاب المقدس على أي حاجة وأنا بقولها يعني على أي حاجة علشان ياخد نص ويقول أهو الكتاب المقدس اتنبأ عن المسي... عن عن رسول الإسلام مع إنه لا يوجد نص واحد في الكتاب المقدس كله بيتكلم عن رسول الإسلام كل الذين يعني هيأتوا بعدي أنبياء كلهم زي ما وصفهم المسيح أنبياء كذا كويس فلا يوجد نص أساسا لكن هو هو بيدور هو هو مهم انه يجد نص طب هاخد هذا النص لو خدت هذا النص يعني زي ما بقول لك امشي مع الكذاب لحد باب بيته شوف هيعمل ايه وكلمنا عن النص ده كتير كلمنا انه انه مش ما ينفعش اقيم لهم نبيا من وسط اخواتهم لا لا هو يهودي ولا, ولا يعني في حاجات كتيره جدا وانه انه يعني في امور مختلفه كثيره اتكلمنا عنها واتكلم عنها كثيرين من الخدام في القنوات المختلفه واتناقش هذا النص كثيرا جدا لكن انا هاخد النهارده جزء مرتبط بس بالمعجزات انه زي ما موسى صنع معجزات يسوع يصنع معجزات وأعظم من المعجزات اللي صنعها موسى فكما أن موسى أشبع الشعب ربنا من خلال موسى بعت للشعب المن اللي كان بياكلوه كل يوم ورب يسوع اتكلم عنها في يوحنا 6 قال انا هو المن النازل من السماء الواهب حياه ابديه. هو المن الحقيقي. فكما ان موسى اشبع الجموع في البريه المسيح اشبع الجموع قال لتلاميذه كده خلوهم يقعدوا وما تبعتهمش بيوتهم لانهم لا يخوروا في الطريق وخد سمكتين وخمس خبزات واشبع بيهم جموع كثيره فموسى أشبع المسيح أشبع موسى تعامل مع المياه وصنع الرب معجزة من خلاله الشق البحر البحر الأحمر وجعل شعبه يعبر في اليابسة أما يسوع فمشى على الماء وأمر بطرس أن يأتي إليه ماشيا على الماء قولوا لي بقى المعجزات اللي عملها رسول الاسلام هل يمكن من ناحيه المعجزات ان نقارنه بموسى نواحي كثيره اخرى لا يقارن بها لكن انا بتكلم هنا من ناحيه المعجزات في الفكر اليهودي هناك ثلاث معجزات تبرهن على شخص المسيح طبعا يعني في كثير جدا من المعجزات لكن هاخ... بتكلم عن الفكر الشخص اليهودي اذا عملهم شخص يبقى هو ده المسيح ده اللي عملهم الرب يسوع له كل الباقي اول حاجه ايش في الابرس ليه الابرس المرض البرس من اول ما بدات الامه اليهوديه ولحد الرب وقت الرب يسوع لا يوجد له علاج والابرس بيعتبر خطيه كويس بيعتبر نجس ولهذا لا يمكن ان يكون له شركه مع المؤمنين في الهيكل وفي العبادة ولا يكون له أيضا شركة في المجتمع فهو شخص بيبقى ليه مكان منبوز حتى اللي بيشوفه من بعيد بيهرب منه لأنه بيخاف أنه يتنجس أيس؟ والفكر اليهودي أنه المسيح لما يأتي هو وحده اللي هيضع نهاية للبرس الرب يسوع جاء وعمل إيه شفى الأبرس مد إيده للأبرس وشفاه شفى مرة واثنين وثلاثة واربعة مرات كثيرة شفى عشرة برص مرة واحدة كويس فشفاء الأبرص يخرج الأرواح الشريرة يمارس سلطان على العالم الغير مرئي الرب يسوع كان يمارس سلطان على العالم الغير مرئي على إبليس وعلى جنوده وعلى كل أرواح الشريرة كان ينتهر بكلمة كل روح شرير يخلق من جديد والرب يسوع عندما شفى المولود أعمى خلق له من جديد عين جديدة خلق فدول الثلاث معجزات اللي في فكر اليهود انه هيعملهم المسيح وعملهم الرب يسوع شفى يسوع كل انواع الامراض شفى البرس وشفى ناس في الدم والاصم والاعمى والابكم والمنحني والاعرج شفى عن قرب وشفى عن بعد كعبد رئيس الكهنه الذي شفي بكلمه المسيح وابنه المراه الكنعانيه التي ايضا شفيت بكلمه المسيح. المعجزات اظهرت سلطان يسوع. نعم هي اعلان لسلطان يسوع المسيح. سلطانه على الاحياء والاموات. شفتوا حد له سلطان على الاحياء والاموات الا الله وحده؟ وعشان كده المسيح هو الكلمه الذي صار جسدا. سلطانه امتد ليشمل الاحياء والاموات والطبيعه والجمال كل الاشياء الحياه والموت. المسيح اقام ابنه ييروس التي ماتت من لحظات واقام ابن الارمله الذي كانوا يحملونه وفي الطريق ليدفن واقام العاذر الذي كان له أربعة أيام في القبر حتى أنتن. المعجزات أيضا أظهرت سلطان يسوع على الطبيعة وعلى البحر وعلى الشجر وعلى السمك. البحر هدأوا بكلمة: من هو هذا حتى أن البحر والريح يطيعانه؟ الشجر. عندما لعن شجرة التين فيبست في الحال كلمة خرجت منه يبست شجرة التين السمك سمكة اللي فيها إستار اللي رب يسوع قال روح لبطرس روح واصطاد ارمي الشاب السنارة بتاعتك هتجيلك سمكة هتفتحها هتلاقي فيها وكأنه السمكة دي جاية بأمر الرب مخصوص ودخلت ومسكت في السناره بتاعة بطرس مخصوص بامر الرب. بسلطان الهي، من هو هذا؟ والسؤال في كل المرات اللي صنع فيها يسوع المعجزات, المعجزات. بنيجي قدام هذا السؤال من هو هذا؟ من هو يسوع المسيح؟ وانا عايزك عزيزي المشاهد تسال نفسك هذا السؤال، من هو يسوع المسيح؟ من هو هذا صانع المعجزات؟ انه الله الذي ظهر في الجسد. الكلمه الذي حل بيننا وظهر في الجسد الى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم